حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تكريما لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر القمة العربية 32. بعد ذلك ودع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أخاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما ودع جلالته إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية.